السلام عليكم البنات، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع ادانا كباب بالبرغل. هذا هو البرغل التركي، يجي كيما هاك. انا غنبداو بالاولى بالبرغل، نديرو غرفيه تاع برغل، نغسلوها مليح. انا هنا شللتها زوج مرات، يجي فيه التراب ويجي فيه صديبون حجر ولا كشجلخ، لازم تغسليه مليح. هاي الغرفية تاع برغل، شوفوا كيفاش يجي داير. هذا الخشين، كاين الرقيق وكاين المويا وكاين الخشين، هذا هو الخشين. ندير عليه الماء دافي، نغسله زوج مرات، والثالثة نعمره بالماء حامي، ما سخون بزاف نعمره، نخليه يتنفخ حتى يولي لي منفخ مليح. نبدأ نشله هنا، شوفوا هنا كي نحركه كي يخرج يطلع الجلخ اللي فيه والتراب اللي فيه، لازم ينغسل مليح. تبدلي له الماء مرتين ولا ثلاثة، بعد نعمروه بالماء، نوقعوه في الماء حامي ونخلوه يتنفخ حتى يضعف الحجم تاعه. هذا هو. نسحقو هنا حبة فلفلة حمراء كبيرة، حبة بصل، وزوج حبات تاع طماطم يكونوا شوية طيبين، وفص تاع الثوم. هادو نقطعوهم رقيق.
هنا عندنا غرفية تاع اللي هما زوج حبات طماطم مقطعين، حبة بصل مقطعة، وحبة تاع فلفلة حمراء مقطعة رقيق. والعطور هنا عندنا فلفلة حمراء حلوة وفلفلة حمراء حارة، وعندنا شوية كمون وشوية حرور، وعندنا الزيت وعندنا الملح. وعندنا اللحم المفروم تاعنا، نبداو على بركة الله. في الطاجين تاعنا هنايا نديرو شوية زيت يسخن، من الأحسن اللي عندكم زيت الزيتون، أنا هنا متوفرش عندي، درت غير زيت المائدة. نديرو بصل تاعنا اللي قطعناه مربعات مكعبات صغيرة، نقلوه مليح. بعد ما يتقلى لنا ويدبل شوية البصل، نحركوه مليح هنا، نزيدو فوقها الفلفله الحمراء اللي قطعناها ثاني مكعبات صغيره، قلوهم مليح. خلوهم يتبالوا مليح مليح، من بعد نزيدو عليهم الطماطم تاع الحبه، طوماطيس تاع الحبه ثاني، نخلطو مليح. نزيدو مغرف تاع معجون طماطم، طوماط كونسونطري، نحركو كلش مع بعض. بعد نزيدو التوابل تاعنا اللي هما فلفل اسود، كمون، مغرف صغيره فلفل اسود، مغرف صغيره كمون، ومغرف صغيره فلفله حمراء حلوه، ونصف مغرف صغيره تاع فلفله حمراء حاره، ونزيدو شويه تاع ملح، ونحركو الكل ونغطوها ونخلوها تطيب. هنا بعد ما دبلت شويه الخضره حركوها مليح، ونجيبو البرغل تاعنا اللي كنا نقعناه في المحامي، شوفوا كيفاه ولا تنفخ معانا البرغل، راه منفخ. قطرناه مليح من الماء، ونديروه مع هذيك لاصوص ونقلوه شويه معاهم، نحركوه مليح مليح مع هذيك لاصوص. لازم يتشرب هذيك الصلصه ولي زيبيس اللي فيها البهارات. نحركو مليح يتشرب قاع ديك الصلصه، يتقلى معاها مليح، ومن بعد نمرقوه بالمحامي، الماء يكون سخون. هنا نزيدو المحامي، نحركو شوية بعد ما تقلى. نزيدو، قلنا درنا غرفية وحدة تاع برغل، نديرو معاها ثلاثة غرفيات تاع ماء طابخ، ماء سخون، باش ما يتعجنش معنا البرغل ويطيب بالخف. هذه الغرفية الثانية، نزيدو الغرفية الثالثة، ثلاثة ماء سخون، نحركو مليح ونعاودو نغطوها، نقصو عليها شوية النار ونخلوها تطيب على غرضها. هذه الوصفة تشبه شوية للروز تاعنا، كيما الروز هما عندهم البرغل، تراك يديروا البرغل، حنا عندنا الروز مشهور أكثر. الوغ الكباب تاعنا هنا نسحقو الحب مفروم ولي زيبيس غير هما، العطور هذا اللحم مفروم، العطور عندنا الفلفل الاسود، عندنا كمون، عندنا فلفله حمراء حاره وفلفله حمراء حلوه، وداك البصل اللي خليناه هو وفلفله حمراء مع الفص تاع الثوم ثاني، نطحنوه مع اللحم، ينطحن كلش مع بعض باش تجي بنينه بهذوك الفلفله والثوم والبصله وهذوك لي زيبيس، تجي الكفته تاعنا بنينه. نزيدو معها شويه ملح، انا هنا نسيت ما حطيتش الملح، من بعد درته بعد ما طحنت الخليط، تفكرت الملح راني عاودت درت الملح. الوغ نديرو هنايا لي زيبيس تاعنا اللي قلنا، الفلفل الاسود الحرور، الكمون، فلفله حمراء حاره وفلفله حمراء حلوه، واللي ما يبغيش الحار ما يديرش الفلفله حاره. وهنا عندنا هذاك شويه تاع البصل اللي خلينا منه، وشويه تاع الفلفله الحمراء، والسنة تاع الثوم، هذيك السنة تاع الثوم تكون قطعها نديرها من الفوق،
ونطحنوا كاع هادو مع بعض في الخلاط هاد الكهربائي، نطحنوهم تتولي كل عجينة ملساء. هذا هو كباب أدانا، أدانا كباب تاع الترك، يجي كلش مطحون معاه الخضرة مع اللحم ويجي بنين، يجي هايل. نطحنوا كلش ونعاود نرجع معاكم. هنا بعد ما وجدنا الكفتة تاعنا، نجيبوا الغرفية فيها شوية تاع ماء باش ما تلصقش معنا الكفتة في يدينا. وهنا ما عنديش هادوك القضبان تاع التراكة، ما لقيتهمش، مازال ما لقيتهمش، قلت نسيف هاد السباتولا يجو كيما هاك، والاخرين نديرهم غير بيدي. نحاول كيفاش نمشيهم، ندير شوية ما في يدي ونحاول كيفاش نمشيهم. جبت الشواية تاعي هاد الالكتريك، درتها رايت سخون ونبدا نشوي فيها الكباب تاعي. هاد الحبه درتها في سباتول والاخرين نديرهم غير بيدي، ومره على مره ديري الماء في يدك باش ما تلصقش معاك الكفته، خاش راهي طريه بزاف وتلصق. هاكا حاولي كيفاش تخدميهم بالطول، يجوا شويه يتشبهوا تاع المطعم. هاد الوصفه تجي بنينه بالبزاف، انا ذقتها في المطعم التركي السمانه اللي فاتت، عجبتني بزاف، قلت علاش لا ما نجربهاش في الدار، سهله بحثت عليها وشفت الوصفه قلت نجربها في الدار، جات بنينه كيما تاع المطاعم التركيه غير كيف كيف. بنه واحده سهله وبنينه، جربوها البنات ما تندموش. ديروا حاجة في الدار قدامكم مقية على عينيكم، وبليس بنينة وتعجب قاع أفراد العائلة. زيدوا نخدموا هنا تاني حبات، توجور نديروا الماء في يدينا باش ما يلصقش تلصقناش الكفتة في يدينا. مرة على مرة نقلبوها، كي تنشوها من الجهة التحتانية نزيدو نقلبوها في الجهة الأخرى. وهنا راه معايا البرغل، راني طفيت عليه، راهو يتكتك نورمالمون. نشوف هنايا الوصفه تاع اليوم. بعد ما وجدنا الادانه كباب تاعنا، رفقناها مع البطاطا المقليه والسلطه الخضراء وطماطم، تجي كيما هكا البريزونطاسيون تاعها كيما تاع المطاعم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها وتقولوا لي كي طلعت معكم. هذه الكفته تاعنا والبرغل راه مازال راه سخون، يجي حشا مليح بنين خفيف. نوريكم البرغل كي طاب، هذا هو راهو هنا طايب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. الى عجبتكم الوصفه ديروا لي لايك كومونتير بيان سور. نقول لكم إلى اللقاء في الوصفة القادمة إن شاء الله، ما تنسونيش بلايك. مع السلامة.